رحلتك بقى ليك رحله عميقه مع اليونيسف ومنظمه الصحه العالميه. مظبوط. يعني في ناس ما كانتش فاهمه العلاقه، فاكرين ان انت بتقدم الايفنتس او الاحتفاليات بتاعتهم على اساس ان انت مذيع، انما لا، انت كان لك شغل حقيقي مع المنظمتين دول. انا لمده يعني 17 سنه كنت مدير الصحه والتغذيه في منظمه اليونيسف في مصر. فالحقيقه البرامج اللي غطيناها في المرحله دي، ما فيش واحد من اللي قاعدين هنا ده ما طعمش ضد الأمراض الستة اللي احنا وزعنا الطعوم مع وزارة الصحة في كل مكان. كنت بلف في كل قرية ونجع في مصر، كنا بنفتح كل التلاجات في الوحدات الصحية نتأكد انهم شغالين، جبنا التلاجات عشان الطعوم تفضل سليمة، دربنا الأطباء، دربنا الممرضات انهم يدوا شلل الأطفال والثلاثي والتوبركلوسز والميزلز، كل الطعوم اللي الطفل لازم ياخدها وهو صغير. بدأنا، عارف يا منى، لما مسكت البرنامج والله كان الدكتور نصر السيد طبعا الله يمسيه بالخير وبسلم عليه دلوقتي، التطعيم نسبته 30% في مصر، سبناه والنهارده 99% من اطفال مصر متطعمين. الحمد لله. هو احنا قضينا على كل الاطفال من 30 سنه مثلا ولا حاجه. طب بس هو حضرتك بقى كنت في المنظمات دي بروحين، طبيب واعلامي ولا؟ لا، في اليونيسف كنت طبيب كامل، كنت مدير الصحه وكان عندي ناس بيشتغلوا معايا. طبيب مالوش علاقه بالاعلام خالص. لا، كنت بروح اعمل نشر الاخبار بعد الظهر وغير، يعني كده خلصة. وكان بدأ في وقتها كمان صباح الخير يا مصر طبعا في نفس الوقت، فده كان الفترة دي. احكي لي ايه اكتر الملامح اللي ما تنساهاش ابدا وانت بتشتغل كطبيب في منظمة الصحة؟ والله هيئة التمريض المصرية اللي يعني فعلا مرتباتهم صغيرة، وكنا بنلف يعني انا ما انساش تل الجعافرة ده في اسوان، طلعنا جبل والحرارة كانت 55 وشايلين الفاكسين بالتلج. والله كنت بقول يا ربي، طب يعني كيونيسف ما نساعد، ندي جزم، ندي هدوم، يعني الناس دول شقوا فعلا وبيشتغلوا من قلبهم. طقم التمريض وهو بيلف، وطبعا الاطباء. لكن يعني قصدي اقول في شغل وزاره الصحه بتعمله خفي الناس ما بتحسش بيه، هم بيطلبوا بس في العلاج، لكن الوقايه ليها دور رهيب جدا بتعمله وزاره الصحه. طبعًا. انا رحت دارفور في السودان وقتها، رحنا اماكن كتيره جدا الحقيقه، افغانستان، وشفنا العجب يعني في صوماليا كانوا ضرب حوالينا واحنا بنشتغل. مارجريت تشان هي اللي جت مصر هنا واعلنت مصر خاليه من شلل الاطفال كده؟ لا، مصر خاليه من الكبد، فيروس سي. يعني برضو كان انجاز مهم جدا ومحطه مهمه جدا لانه السنين والسنين كنا خلصنا عشان الاطفال كمان طبعا. ده كان حاجه جميله جدا.